العام في الأولمبيات وسيطرت بعض الدول على الميداليات. مصر كمان ليها تاريخ كبير في الملاكمة من قديم الزمن، وليها باع كبير في دورات الألعاب الأولمبية بالفوز بأربع ميداليات، واحدة فضية طبعا للبطل محمد علي رضا، وثلاث برونزيات منها واحدة لكابتن عبد المنعم الجندي رحمه الله عام 60، وأحمد إسماعيل ومحمد الباز. وبرضو في الوقت الحالي الملاكمة المصرية بتتنافس بقوة، وإن شاء الله عندنا أبطال زي عبد الرحمن عرابي يقدروا ينافسوا على ميدالية في باريس 2024. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كأكبر حدث رياضي في التاريخ يتنافس فيه آلاف الرياضيين من أجل كتابة مجد وتحقيق ميدالية أولمبية تخلد أسماءهم بحروف من ذهب على مر العصور. وتمتلك مصر تاريخا أولمبيا عريقا، ولما لا وشمس الفراعنة كانت وما زالت تشرق ساطعة في سماء التاريخ الأولمبي وتنير الطريق للأبطال للوقوف على منصات التتويج وتطوق أعناقهم بالميداليات. وتبقى لعبة الملاكمة من أقدم وأعرق الرياضات المصرية، حيث يعد المصريون القدماء هم أول من مارسوا اللكم لغرض إعداد الشباب للدفاع عن وطنه، وظهر ذلك من خلال الرسومات والنقوش على مقابر الأسرة 18 في الفترة من 1554 إلى 1306 قبل الميلاد، حيث أظهرت منافسة بين اثنين يمارسان رياضة الملاكمة، وتظهر بهجة الفائز بالمباراة بينما ينحني المهزوم لتحية الجمهور. ظهرت الملاكمة الحديثة في مصر بداية من الإسكندرية عام 1910 في أندية البالسترا والأولمبي، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1916 في نادي بوكاليني وهو نادي مختار حسين والنادي المختلط، ثم في نادي أنصار القوة الشعبية والترسانة والسكة الحديد وغيرها من الأندية المصرية لتنتشر في جميع الأندية. وتأسس أول اتحاد مصري للملاكمة عام 1923 وكان يرأسه جعفر والي باشا، وأقيمت أول بطولة رسمية للملاكمة بإشراف الاتحاد المصري في يوليو من نفس العام، وكان الظهور الأول للملاكمة المصرية في الألعاب الأولمبية بأولمبياد باريس 1924، وكان ذلك عن طريق الملاكم ميشيل حداد في الوزن الخفيف. وحققت مصر أول ميدالية أولمبية في دورة روما عام 1960 عن طريق أسطورة الملاكمة عبد المنعم الجندي الذي حقق الميدالية البرونزية، حيث بدأ مشواره في دور ال 32 بالفوز على اللاعب لوكسمبورغ روبي راوش، وفي دور ال 16 فاز البطل المصري على اللاعب الإيطالي باولو كورسيتي، وبعدها تخطى اللاعب الأمريكي أمبرتو باريرا في ربع النهائي قبل أن يخسر في نصف النهائي من الإيطالي جيولا توروك ويضمن الميدالية البرونزية. وبعد غياب طويل عن منصات التتويج الأولمبي، كانت أولمبياد أثينا 2004 شاهدة على تألق الملاكمة المصرية وكتابة التاريخ بتحقيق ثلاث ميداليات دفعة واحدة، كانت أبرزها الميدالية الفضية للبطل محمد علي رضا في وزن فوق الثقيل، وميداليتين برونزيتين من نصيب أحمد إسماعيل في الوزن الخفيف ومحمد السيد في الوزن الثقيل. ومنذ ميداليات أثينا 2004 لا تزال الملاكمة المصرية تبحث عن ميدالية أولمبية جديدة، حيث لم يتجاوز أبطال الملاكمة المصرية الأدوار الأولى في الدورات السابقة، وفي انتظار عودتهم إلى منصات التتويج الأولمبية في باريس وكسر صيام دام 20 عاما. زي ما شفنا ان الملاكمة المصرية من الالعاب اللي حققت ميداليات في دورات الالعاب الاولمبية، وبتحتل المركز الرابع في ترتيب اللعبات المصرية طبعا بالرصيد 4 ميداليات.